الوطن كاف نشكر الرئيس السيسي على دعم البطولة وواثقون من التنظيم الرائع. سوبر كورة 13 كاميرا لنقل فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 سنة. فيتو فرانس فوتبول المنتخب الأولمبي أمل مصر لتعويض إخفاق الكبار. اليوم السابع اللجنة المنظمة تطلق اسم تحوت على تميمة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. سوبر كورة رسميا استبعاد طاهر ومرعي من قائمة المنتخب الأولمبي. الوطن الأسود تواجه النجوم مباراة تكسير عظام بين الكاميرون وغانا. كورة غريب يستعين بصلاح ونهائي الكونفدرالية لاستعراض قوة الفراعنة. في الجول الجنايني الدولة بالكامل خلف المنتخب الأولمبي. سوبر كورة الكاف يلقي الضوء على كابتن مصر رمضان صبحي. اليوم السابع أعمار منتخبات تحت 23 سنة، مالي الأقل سنا ومصر الأكبر وحارس غانا عمره 16 سنة. في الجول انضمام محمد صادق وناصر منسي لقائمة المنتخب الأولمبي. سوبر كورة الجنايني بيواسي طاهر محمد طاهر بعد استبعاده من أمم أفريقيا تحت 23 سنة. اليوم السابع ميتشو يتابع دوليين الزمالك الليلة في افتتاح أمم أفريقيا. كورة نسور مالي تبحث عن حدث غائب منذ 16 عام. فيتو رمضان صبحي الأكبر وحارس غانا الأصغر أعمار المنتخبات في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. سوبر كورة جهاز منتخب مصر يمنح لاعبي راحة 24 ساعة بعد ودية ليبيريا. فيتو الكاف يطالب الجماهير بمتابعة 8 مواهب بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.